مبروك اكيد لفريق سيدات النادي الطايره الاهلي في الطايره، فوز عريض 3-0 على نادي الصيد، تحسم اول بطوله سوبر، البطوله حديثه من نوعها في السيدات، كان مهم جدا حسمها، مهم ان انت توصل الفكره، مهم جدا ان انت تقول ان النادي الاهلي دايما في كل اللعبات بيكون ليه الاسبقيه، خصوصا لو بنتكلم عن لعبه النادي الاهلي ليه باع فيها، ليه تاريخ فيها، ليه وضع مختلف فيها عموما، وهي كرة الطائرة. كرة الطائرة من اللعبات اللي النادي الأهلي له إرث فيها واضح وصريح، له تاريخ فيها، له رصيد، له دايما أفضلية، له صورة ذهنية زي ما موجودة في كرة القدم، إن النادي الأهلي دايما في الكرة الطائرة بيكون مستحوذ، مش بس بطولات، لا ده استحواذ، سواء إحنا بنشوف فريق الماسترز وكمان فريق السيدات على نفس الخطى. ده مهم جدا، مهم جدا في الوقت ده، وطبعا هنكلمكم في ده فيما بعد وهنقف عنده، لأن أنا دايما بردد فكرة إن ألعاب الصالات يا جماعة لو إحنا هنتكلم فيها يبقى نتكلم فعلا في الألعاب الجماعية وألعاب الصالات بشكلها الموسع، ما يكونش عندنا وقوف عند صورة معينة لدى المنافسين واعتبار إن اللعبة اللي هي بكسب فيها بس سواء رجال أو سيدات هي دي اللعبة الوحيدة اللي فيها ألعاب الصالات. على الجانب الآخر النادي الأهلي واضح إن هو دايما عنده مشروعه، عنده كان لعيبة كتير جدا خرجت من فريق الطايرة، ولكن بتحاول تحافظ على أفضليتك، بتحاول تحافظ على تاريخك، بتحاول تحافظ على تفوقك، وده كله مهم جدا إن هو يتحقق. أكيد إن البطولة النهاردة مش النادي الأهلي تزين بيها، أنا بقول هي اللي تزينت بالنادي الأهلي إنه يكون حامل اللقب الأول ليها، لأن فعلا البطولة عشان تكبر وعشان اسمها يليق لازم يرتبط جنبها كلمة النادي الأهلي.